عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعي. الفضول ده شيء قاتل، ودلوقتي بعد انتشار السوشيال ميديا الناس بقت داخلة في تفاصيل وحياة بعض بشكل مرعب. محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونراجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. برحب بضيفنا الشيخ أحمد الملكي معلم الأزهر الشريف، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استتر والصحة لنا جميعا يا رب. موضوع مهم هنتكلم فيه النهاردة، وحديث عايزين نفهم معنيه. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هو في البداية بس نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والدين كله معظمه هو يعني مشتمل على الأخلاق، حتى العبادات، حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى الزكاة، حتى الحج، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، كل العبادات ما هي إلا مشتمل على أخلاق، بر الوالدين أخلاق. وبالتالي سبحان الله لما نيجي ننظر حتى إلى قضية الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة بتؤدي إلى فعل الأخلاق يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل مهمة البعثة بتاعته، اللي هو بقى المهمة الرئيسية اللي جاي النبي عليه الصلاة والسلام يعلن عنها، برنامج بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هو برنامجك يا رسول الله؟ قال: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لحسن الأخلاق، لصالح الأخلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أحيانا في بعض المعاملات يبدأ النبي يعني سبحان الله مش بيقول بس الخطوط العامة، لا، ده بيدخل النبي في التفصيلات والتفريعات. التفصيلات والتفريعات دي ممكن تكون بتبني مجتمع أو تهدم مجتمع، يعني تبني إنسان أو تهدم إنسان. من ضمن الحاجات دي اللي هو: أنت مالك ومال الآخر، يعني خليك في حالك، مالكش علاقة بالآخر. أحيانا بعض الناس عندهم الفضول يبدأوا يعرفوا: هو أنت إيه الأخبار؟ طب الدنيا؟ طب إيه اللي عندك ده؟ طب يا عم أنا ما طلبتش منك، او مالكش علاقه. فيبدا ما كده، فيدخل بقى من وراء الموضوع ده حاجه اسمها الحسد، حقد، غل، ممكن يدخل غيبه، ممكن يدخل نميمه. كل ده ليه؟ لانه تدخل فيما لا يعني. وحتى كانوا بيقولوا لنا كده في المثل المصري: من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا ايه، يعني هيقول لك: انت مالك انت يا اخي، انت ليك علاقه بالمساله دي يا اخي؟ اسال. ولذلك القران يقول: لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. وإن كان المسألة لها علاقة بالأحكام، لكن في أمور المباحات اللي هي الحاجة اللي هي لها علاقة بالمجتمع أنت مالكش علاقة، أدام محدش طلبك في المسألة دي مالكش علاقة. لذلك إحنا عندنا الإسلام هو إيه؟ الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. طيب ده إسلام؟ ده إسلام. إسلام يعني استسلام، يعني إذعان، يقول لك: أنا مستسلم ليك يا رب، أنا مستسلم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القرآن في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. يعني أنا هعمل العمل ده، ومش يعني كأنه أنت واحد بيعمله غصب عنه، لا، أنت عامله بنفس راضية، أنت مذع لذلك، أنت بتعمله تقول له: يا رب أنا بعمله لأنك أمرت بذلك، مش تقول له: أنا في صدري ضيق وأنا مش مقتنع بالكلام ده. فيقول لك: لا، يبقى إسلامك كده مش مكتمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلم تسليم، اللي هو قضية الإذعان. الإذعان ده كان بيعمله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت السيدة عائشة بتقول رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، على طول ما قالوش طب امتى طب ازاي طب الحكاية، نفذوا الايه، نفذوا الامر مباشرة. احد الصحابة كان واقف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في على المنبر في المسجد ويقول، في روايتين، عبد الله بن مسعود عبد الله بن رواحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا. طب النبي واقف على المنبر في المسجد، يبقى بيقول لمين؟ اللي جوه الجامع ولا اللي بره الجامع؟ اللي جوه المسجد. وبالتالي فيجي احد الصحابه يكون خارج المسجد فيجلس خارج المسجد، فيعرف سيدنا النبي. طب هو عمل كده ليه؟ هو النبي قال اجلسوا سمع الكلام، فليه انا كمان. بس هيجي يقول لك بس اصل بقى قصده، اصل الحكايه، اصل الروايه. هو استجاب لله واستجاب لرسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام زادك، هو عمل ايه؟ اذعن، زادك الله حرصا على طواعيه الله ورسوله. طيب أنا عندي بقى حاجات تانية من الأخلاق، يقول مثلا إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، قيل وقال إيه؟ طب الحكاية أنت مالك؟ فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طب شوف، عاوز إسلامك بقى يبقى مكتمل، اللي هو إيه؟ ترك ما لا يعنيك. ما لا يعنيني منين؟ من المباحات. لأن أنا عندي إسلام عبارة عن إيه؟ فرائض، فأنت لازم تعملها، ما فيش حاجة ممكن مش لازم تعملها. تعملها بقى الصفة بتكون إزاي، الهيئة بتكون إزاي، على حسب حالك. بالصلاة لازم تصلي، مريض هتصلي بطريقة معينة، بس المهم تصلي، مش قادر تتحرك هتصلي برضو، خلاص؟ طيب عندي حاجة تانية، القسم التاني اللي هو المحرمات. طب المحرمات ده ينفع أقول عليه من حسن إسلام المرء تركه المحرمات؟ لا، لأن ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، فرض عليك، ده من صميم الدين، من لب الدين، ما ينفعش أقول عليه من كمال هذا الدين. طب أقول من كمال هذا الدين اللي هو إيه؟ اللي هو المباحات. واحد يقول هو انت هتاكله النهارده؟ فواحد قال له انت مالك انت؟ يبقى هنا من حسن اسلامك ما تسالش يا اخي عن المساله دي، مالكش علاقه. ولذلك السلف الصالح كانوا بيعلمهم ضبط اللسان ده. يعني اولا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من صمت نجا، ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث معاذ بن جبل انك لن تزال سالما ما سكت، فان تكلمت كتب عليك او لك. وفي الحديث معاذ وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول، قال ثكلتك امك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يبقى إذا النبي بيضبط مسألة اللسان دي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام واحد اسمه المعافى بن عمران، واحد رايح له وقال له إيه مالك يا حبيبي؟ قال له البرد النهاردة شديد شديد شديد. فقال ما أشد البرد؟ فقال وهل استدفأت الآن؟ يعني بالكلمة بتاعتك أنت دفيت؟ قال لو سكت كان خيرا لك. يعني مش للدرجة دي، ما هو مش للدرجة دي، بس هو بيعلمه ايه؟ ازاي يضبط لسانك خالص. اضبط لسانك. وعشان كده لما نيجي نقرأ بقى في قصص الصالحين، هم عندهم مسألة ضبط اللسان دي. وهنا لما اعرف الآية ما يلفظ من قول الا لديه، هو ربنا يوم القيامة هيجي يقول لك يا استاذة دعاء انت قلت النهاردة الجو حر قوي، هيسألك ولا هيعديها؟ هيسألك صح. النهاردة الجو برد، هيسألني ولا يقول عدوها؟ دي عدوها، هيسألني انت قصدت بيها ايه؟ بس هي ما فيهاش حاجة. هي ما فيهاش حاجة، تمام. بس احيانا ممكن تكون فيها حاجة. يعني مثلا شوفي مثلا في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل، اسمعي بقى الآية دي والواحد يركز فيها، يعني يتملكه الرعب، ليسأل الصادقين عن صدقه. حتى يعني يعني الصدق نفسه. انا قلت الصدق اهو. طب وانت قلته ليه؟ طب عشان ايه؟ مش احنا عندنا انت بتقرا قران فيجي يقول لك هو انت قريته ليه؟ ايوه. وعشان ايه؟ مش انا تصدقت قريته تصدقت ليه وعشان ايه؟ مش انا رحت جاهد في سبيل، يقول لك تعالى بس انت جاهد يعني حميه كده وبتاع، ولا في سبيل الله، ولا عشان ايه، ولا مش كل ده ربنا صح. وبالتالي فيقول لي يسال الصادقين عن صدقين. طيب معنا تليفون. طيب ناخد مروه. اهلا وسهلا. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. بحرك يا شيخ. الحمد لله بخير والله، الحمد لله. استاذ حضرتك انا عندي كذا سؤال معلش. اتفضلي. اتفضلي. كنت عايزه اسال اول حاجه بالنسبه للتعويض الايام بتاعت رمضان. دلوقتي لو في ايام فيها مثلا فضل 10 ايام بتوع ذو الحجه ما اعرفش ايه الاولويه، بنبقى علينا ايام تعويض، لو انا عايزه اصوم الايام اللي فيها فضائل دي هل يجوز ان انا اصومها وانا لسه عليا ايام من رمضان ما صمتهاش، ولا الاولويه للتعويض؟ حاضر يا فندم. ده اول سؤال.
تاني سؤال، بالنسبة في حاجة فعلا في الشرع اسمها الذمة المالية للأولاد، يعني الولاد لما بيجي لهم عيدية أو فلوس من هنا أو فلوس من هنا، دلوقتي دايما النقاش ده بيتفتح في التجميعات العائلية، لا الولاد ياخدوها، لا الأم تاخدها معروفة، لا الأب بياخدها، هو اللي بيرد الجمايل دي وما أعرفش إيه. الناس دلوقتي طالع قوي موضوع إن لا الولاد لازم الفلوس دي تتشال لهم أو ياخدوها أو تتحوش لهم، وفي لأن دي ذمة مالية ليهم ولا يجوز شرعا إن إحنا ناخدها وما أعرفش إيه. عايزة توضيح بعد إذن حضرتك النقطة دي. حاضر. تمام، معلش اخر سؤال بقى، الايه بتاعت يمنعون الماعون، كنت عايزه اعرف تفسيرها او الحكم الشرعي بتاعها ايه، لان انا سمعت ان هي ان ما ينفعش حد يسالني على حاجه من عندي مثلا في البيت وانا اقول له لا مش ان هي مش عندي او ما ارفض اديها له، وفي ان في بقى يعني جزء تاني للقصه ان احنا ما ينفعش نطلع حاجه من بيتنا الا باذن الزوج، انا كست يعني ما ينفعش اطلع اي حاجه من البيت الا باذن زوجي. طب انا لو حد بيسالني على حاجه عندي محتاجها سواء سلف او سواء حاجه من حاجه البيت او وساعات الناس بتسال يعني حاجات بتبقى شويه اوفر او زياده، هل انا ينفع اديها من غير ما ارجع لزوجي ولا يعني يمنعوني المعونه دي؟ بالظبط تفسيرها ايه او حكمها الشرعي ايه؟ ماشي حبيبه قلبي، كده عندها ثلاث اسئله. خلينا ناخد السؤال الاولاني، هو قضيه هل انا بيبقى عليا ايام المراه عندما يكون عليها ايام، هو انا محتاجه ان انا اقضي هذه الايام؟ انا بتيجي عليا بقى 6 من شوال، يجي عليا 10 ايام الاوائل من ذي الحجه، بيجي عليا عاشوراء وتاسعاء، بيجي عليا اوقات شريفه وايام شريفه، فانا محتاجه ان انا اصوم. هل اصوم الاول اللي عليا ولا اصوم الايام دي؟ طب انا لو صمت ولا صوم بنيتين ماشي ولا صوم بنيتين اللي هو التشريك يعني، فانا عندي خلينا ناخد المراتب دي الاول. المرتبه الاولى بتقول وهذا هو الافضل ان الانسان يصوم ما عليه اولا، يقضي ما عليه اولا، يبقى يخلص اللي عليه. وبالتالي انا لو هصوم 6 مثلا من شوال مثلا على سبيل المثال، فيقول لك خلص اللي عليك وبعدين صوم 6 من شوال، يبقى هذا هو الاكمل. الراي الثاني او المرحله الثانيه اللي هو لا ينفع اللي انت تصوم ثم بعد ذلك تقضي ما عليه، لان القضاء يا استاذه دعاء بيسموه هنا موسع، يعني هو مش مضيق، يعني انت هي عليها 3 4 5 6 ايام مثلا من رمضان، فعليها بقى من تاني يوم من شوال لان يوم العيد مش معانا، وتمشي كده مستمره لغايه لما تغبط في رمضان اللي جاي. تمام، كل لما المساله عماله تدخل على رمضان كل لما بتضيق، يعني مثلا انا عليا 6 ايام في اي وقت في السنه صومش، امتى يبقى واجب فرض دلوقتي عليا اللي هو بقى مضيق عليا؟ لما يتفضل قبل رمضان 6 ايام، يا دوبك ياخدوا الست ايام دول مكان دول. دي حاجه ثالثه بقى اللي هو حضرتك قلتيها اللي هو مساله التشريك، هل يجوز التشريك الجمع؟ طبعا فيها 3 اقوال، الامانه العلميه فيها 3 قول، يقول لا لا يجوز التشريك، قول يقول الاكمل يا اخي خليها كل واحد على حده، القول الثالث بيقول يجوز. وده يا جماعه يجوز لي بقى ليه؟ هو قالوا اصلا اليوم اللي انت بتصومه ده هو الاصل هو ايه؟ انا هصوم يوم 2، قالوا اللي هو شغل لهذا اليوم بالصيام، فانا صمت رمضان قضاء ما علي، ويوم الاثنين انشغل كده كده بالصيام فيدخل فيه، ده طلع يوم عاشوراء شغال معاه خلاص كده. وفي ادله يعني المالكيه رحمه الله عليه والسيوطي ومن تبعهم، مين اللي قال ده جائز؟ مين اللي قال؟ لو مش عاوزين يا اخوانا ناخد بالراي ده ما حدش ياخد بيه، ياخد بالراي التاني، بس اللي قال ده يا اخوانا هذا ظاهر المذهب المالكيه، هذا قول عند الشافعيه لهم قولان، وذكر ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله، ففي قولين في المساله، والمفتبي عند الشافعيه الجواز انه يجوز التشريك بين الامر، ده كلام السيوطي عليه رحمه الله. من المعاصرين مثلا احنا عندنا سيدنا الشيخ عطيه صقر عليه رحمه الله قايل الكلام ده، فتوى دار الافتاء مثلا المصريه قالت الكلام ده، مجمع البحوث الاسلاميه ذكر الاقوال الثلاثه، فيجوز لي ان انا اخد باي راي، وما ينفعش ان انا اعيب على الاراء، لان انا بنشوف بقى الناس بقى واحنا لسه بنقول بقى من حسن السلامه تركه ما لا يعنيه، اللي انت احيانا تتدخل في امور فقهيه لا علاقه لك بها، اللي هو يتقول له طب يا حبيبي انت بتقول لا يجوز ليه؟ جبت الكلام ده من ايه؟ ما يعرفش. فنقول له اتق الله، لانك انت بتتجرأ على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال الثاني اللي هو مساله الذمه الماليه، هو العرف يا استاذه دعاء، احنا عندنا خلي بالكم ان العرف ده شيء اصيل ما لم يخالف نصا من كتاب او سنه.
العرف من مصادر التشريع وله شروط وضوابط. احنا عندنا مصادر التشريع كده منها حاجة اسمها العرف، وفيها مؤلفات كتيرة جدا كتبها العلماء عليهم رحمة الله. فأنا لما أجي أبص دلوقتي، أنا اديت الولد عادية ذمة مالية، يعني الولد هيعمل إيه بالذمة المالية؟ ما هو الذمة المالية تكون دي لإنسان مكلف، الولد مش مكلف. أنا أبوه وأمه وأنا اللي بصرف عليه أصلا، هو ما عندوش حاجة أصلا، ما عندوش ذمة مالية عشان ده أنا اللي بصرف عليه. ودي من باب اللي أنا هاخد الفلوس دي، إحنا في الطبيعي اللي أنا بديها لبابا بديها لماما، بيجيب لي بيها لبس، بيجيب بيها مش عارف كذا، بابا محتاجها مثلا، هيصرف على البيت، عاوز يجيب أكل مامته ومش عارف إيه. هو ده جائز؟ أه ده جائز، ومفيش حاجة اسمها ذمة مالية للأطفال الصغار والكلام ده، احنا داخلين كده في حتة تانية يعني، ما اعرفش بيجيبوا الكلام ده منين. لكن عندي ذمة مالية لما يكون الولد يكون بالغ مثلا، او ذمة مالية للطفل ده، الطفل ورث ميراث فهو عنده مال، هل يجوز للأب ان يتصرف في هذا المال؟ لا، ده حقه، ده حق الطفل ده، خلاص حق الطفل ده، بس انا ممكن اتصرف فيه بالأكل بالشرب بالسكن بالمعروف، لكن لا أجوره على هذا المال. عندي ذمة مالية للزوجة مثلا على سبيل المثال، ودي ليها ضوابط. يعني أنا المرأة عندها ذمة مالية تصرف بقى براحتها، يعني هي الست بقى تصرف وأنا معايا فلوس بتاعتي أصرف كما شئت، لا، ليها ضوابط ولها شروط ممكن نتكلم عنها في بعض. السؤال الثالث في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، هو من الذي يمنع؟ هو طبعا صاحب البيت؟ لا، صاحب الحاجة؟ لا 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 لا. لما نيجي ننظر إلى قضية منع الماعون، يمنع هذا الطعام من باب عندي حاجتين اتنين، أو إما أن يكون مكذبا بوعد الله تبارك وتعالى، أو هو يرى المسكينة أو يرى الفقيرة أو يرى اليتيمة، وهو هذا اليتيم يحتاج إلى هذا المال وهو يستطيع أن يدفع له، وهو الإنسان ده محتاج أصلا، يعني هو محتاج ربما يهلك، فيمنع هذا الإيه؟ هذا المال عنه. الحاجة التانية اللي هو النقطة المهمة اللي هي بتقول أصل إحنا أحيانا الزوجة بيقولوا ما ينفعش إن هي تتصرف إلا بإذن الزوج، تمام ده كلام كويس جدا، بس أنا عندي العرف ودايما أنا بقول الكلام ده، أمي أم حضرتك ستنا جدتنا وكده كان هما بيعملوا يا أستاذة دعاء، هو هل الزوج كان بيعرف؟ وبتقول له والله أنا العرف بيقول جه فقير فتصدقت بخمسة جنيه، ما فيش مشكلة، لأن العرف بيقول إن إحنا سامحين بده، لكن أنا جه فقير فديته 10,000 جنيه، يقول لها استنى وأنا أذنت لك أصلا. يعني بنأذن في الشيء اليسير اللي هو يعني بنقوله كده لا يؤبه له، جنيه اديني حاجة، الراجل اداني 100 جنيه النهاردة ولا 50 جنيه للبيت خلاص، فلقيت واحدة فقيرة في 2 جنيه، رحت أروح أقول لزوجي استنى أصلا عندي وبتاع، فقال لك لا، هو ده مما يتسامح فيه عرفا وبين الناس خلاص. لكن لما يجي واحد يقول لي والله انا اديت خدت 100 جنيه عشان اروح بقى فين الاكل يا حاجه، ما انا اتصدقت بقى على فقير، ما هو لو طلعك يبقى كويس. لكن لابد ان تستاذن الزوج في هذه المساله، لكن الشيء اللي هو اليسير او مما لا يقبه له او متسامح عرفيا بيننا فده لا باس به. طيب معنا تليفون سلمى، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا كان ليا بس سؤالين للشيخ. اتفضلي. انا دلوقتي لما باجي اصلي ما باجي اسجد ببقى حابه ان انا ادعي كتير في السجود، بس ما بقدرش خالص ونفسي بيروح، فبضطر ان اقوم بسرعه وما بعرفش ادعي الدعاء كله اللي عندي او الكلام كله وانا في السجود اقوله، فمع ان مع العلم يعني ان انا لسه يعني سني صغير، فهل ينفع بس ان انا مثلا ساعه السجود مثلا هل ينفع ان انا اطلع على كرسي؟ وفي السنة هل يمكن ينفع ان انا اقعد وانا بصلي السنة ولا لازم اصلي وانا واقفة كل الصلوات؟ حاضر. ماشي يا حبيبتي. لو عرفنا اركان الصلاة هنستريح. لو عرفنا اركان الصلاة هنستريح. من الاركان حاجة اسمها يا استاذة دعاء السجود. حاجة اسمها السجود يعني تسجد. المقدار قد ايه بقى؟ الوقت قد ايه؟ الوقت الاصل اللي انا هسجد. خلاص؟ سبحانه دي واجب مش ركن. سبحان ربي الأعلى الركوع ركن، سبحان ربي العظيم ده واجب. يبقى الركن اللي أنا عملته إيه؟ أنا سجدت حطيت راسي خلاص. إيه بقى بعد كده؟ اللي هو حاجة اسمها الطمأنينة، اللي هو يعني يدوبك كل عضو يبقى إيه يكون في موضعه، اللي هو بياخد مثلا مقدار مثلا
العلماء يقولوا لنا كده مقدار سبحانة. سجدت كده سبحانة وقمت خلاص السجود بتاعي صحيح؟ صحيح. هو طب وبعدين التسبيح بقى ده واجب، اقل شيء اللي هو الواجب ايه في التسبيح؟ هي مره واحده اللي هو لو انا سجدت وقلت سبحان ربي الاعلى، او ركعت قلت سبحان ربي العظيم، قلت الله اكبر، سجودي صحيح ومفيش مشكله خالص. خلاص؟ طيب ادنى الكمال ايه؟ اللي انت تقول ثلاث مرات، احنا جبنا ده ادنى الكمال. طب لو زودت يا مولانا ان شاء الله تقول 100 تسبيحه بس ما تكونش امام. أيوة. لان يكره للامام ان هو يزيد على ثلاث تسبيحات، مش كلامي على فكره، ذكر ذلك الامام ابن قدامه رحمه الله كما في كتاب المقدس. وبالتالي الاخت الكريمه هل ينفع بقى اصلي على كرسي؟ لا، ادام بتقدر تسجدي مقدار سبحان ربي الاعلى وتقومي ده ما فيش مشكله خالص، الا لو سيتسبب لك في ضرر طول لما انا بوطي كده في ضرر شديد او اذى هيجي لك، يعني ربنا يعفو عنك. حاجة تانية، هل ينفع ان انا اصلي السنه وانا قاعد على كرسي؟ سواء كنت صحيح او غير صحيح هو جائز، بس لو انت مريض لك الاجر كامله، ولو كنت صحيحا لك نصف الاجر. مش كلامي، هذا مروي في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.